ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة استجابة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة. ترأس الاجتماع الأسبوعي للجنة استجابة عبر تقنية الاتصال المرئي. قد شهد الاجتماع مشاركة أعضاء اللجنة إلى جانب مشاركة وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزيرة الصحة سعادة السيدة فائقة بن سعيد الصالح، ورئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، والدكتور جمال صالح استشاري جراحة العظام والكسور. في مستهل الاجتماع رحب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالجميع، ومقدرا سموه جهود الجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع التنموية التي تساهم في تقدم وازدهار المملكة. بعدها ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ثم بحث سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عددا من المشاريع الرياضية التي تسعى اللجنة إلى تنفيذها بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي ستساهم في تطوير قطاع الشباب والرياضة، حيث وجه سموه إلى وضع خطة شاملة لتطوير الرياضة المدرسية في كافة المدارس. وفي إطار التنسيق القائم بين المجلس الأعلى للشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم، وضمن مبادرة استجابة، تقرر التوسع في استخدام الصالات الرياضية للمدارس، والبالغ عددها 67 صالة متعددة الاستخدام من قبل الاتحادات والأندية الرياضية، من ضمنها الصالات الرياضية النموذجية ذات المعايير الدولية، حيث سيتولى المجلس الأعلى للشباب والرياضة تنظيم استخدام الصالات بالتنسيق المباشر مع وزارة التربية والتعليم. تم خلال الاجتماع أيضا التطرق إلى ملف الاستثمار في الطب الرياضي، وذلك من خلال وضع استراتيجيات ممنهجة مع الجهات المختصة في هذا الشأن، تتمحور حول إنشاء مستشفى رياضي متخصص يسهم في تعزيز المنظومة الرياضية في المملكة على الشكل الذي يخدم تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، للنهوض بهذا القطاع الحيوي بما يتوافق مع تطلعات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، لدفع قطاع الشباب والرياضة نحو تطور أوسع يسهم في تحقيق مزيد من النجاحات والمكتسبات الجديدة لهذا القطاع، الذي ينعكس بدوره على رفع مستوى الشباب البحريني والارتقاء بالحركة الرياضية البحرينية.